تمكنت فرق البحث من العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية التي تحطمت أمس الأربعاء في محافظة قزوين شمال غرب إيران. هذا وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أحمد البحراني من طهران. مسلسل سقوط الطائرات في إيران لم ينتهي. قصة آخر حلقاته كانت في مدينة قزوين شمال غربي طهران عندما سقطت التوبوليف طائرة الركاب الروسية الصنع بعد 16 دقيقة من إقلاعها وهي تحمل على متنها 168 راكبا قضوا نحبهم جميعا حيث احترقوا بالكامل. وتقول السلطات أن تفحم الجثث سيزيد من صعوبة مهمة الانتشال وتحديد هوية الضحايا. الرحلة كانت نحو أرمينيا من العاصمة الإيرانية، وهو ما يفسر واقع أن غالبية الركاب هم ممن يحملون الجنسية الأرمينية، من بينهم نائب أرمني سابق في البرلمان الإيراني، إضافة إلى منتخب الجودو الإيراني لليافعين. كانوا من أحسن لاعبين الجودو. كان من المفترض أن يشارك في كأس العالم في بودابست، وقد كان المنتخب الأول في آسيا عامين متتاليين. أتوجه بالعزاء لعائلات الضحايا والشعب الإيراني. شهود عيان من سكان قرية جنة آباد التابعة لمحافظة قزوين الذين شاهدوا السقوط بأعينهم قالوا أن ألسنة النار واللهب امتدت لمئات الأمتار من مكان الحادث بعد انفجار عنيف خلف حفرة هائلة. حادث فضل المسؤولون عدم التنبؤ بأسباب وقوعه قبل تحقيق الخبراء المختصين التابعين للخطوط الجوية، إلا أن البعض رجح أن يكون الإشكال الفني العامل الرئيس وراء الكارثة، خاصة وأن البلاد ما تزال تعاني من حظر عقوبات تمنعها من شراء الطائرات الحديثة أو قطع الغيار منذ سنين طويلة. ومع هذا فإن الصندوق الأسود سيكون الفصل فيما إذا كانت الكارثة ناجمة عن خطأ بشري أو خلل فني أو عمل متعمد. واضح تماما أن الطيران الإيراني يمر بأزمة تتفاقم عاما بعد آخر لأسباب عدة، يحاول المعنيون أن يجدوا مبررات لها بالرغم من اعتراف بوجود ثغرات كبيرة في الأمن الجوي والبنية التحتية لسلامة الرحلات الداخلية والخارجية. أحمد البحراني، روسيا اليوم، طهران. ويبقى معنا أحمد البحراني من طهران مراسلنا هناك. أحمد، هل تأكدت المعلومات بالشأن التي تفيد بأن الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما هما في حالة سيئة، وهل تمت معرفة أسباب الحادث أو التكهنات حول هذا الحادث حتى الآن؟ نعم بالتأكيد، يعني يوم أمس ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية طبعا أنه الصندوقين الأسودين من أصل ثلاثة صناديق سود، وكما أكدت المصادر أنه هذه طائرة كانت تحمل ثلاثة صناديق سود أثر على اثنين فقط منهما، هما في حالة سيئة جدا حولت إلى اللجان المختصة فيما يخص صيانة وتعمير هذين الصندوقين الأسودين. وأكدوا السلطات أنه إذا لم يتمكنوا من إعادة ترميم وصيانة الصندوقين فسيحولون ذلك صيانة هذا إلى الشركة المصنعة للطائرة وهي شركة توبوليف. نعم، وماذا عن التكهنات هل لهذا الحادث؟ هل لا زالت على ما هي عليه إما أسباب فنية أو بشرية أو احتمال عمل تخريبي؟ يعني بغالبية التصريحات المسؤولين الإيراني هنا رجحوا أن يعني وربما يمكن أن نطلق على هذه التنبؤات أنه لم يتمكنوا من فحص الصندوقين الأسودين، ولكن غالبية التصريحات استبعدت أن يكون العمل تخريبي أو متعمد. هناك يعني يوم أمس كانت نظرية تقول ولو قليلة على صعيد الإعلام أنه الطائرة قد انفجرت قبل السقوط، لكن
يعني فندت بعد أن أكدوا الخبراء أنه الحفرة التي تسببت في القرية التي سقطت عليها طائرة قرب مدينة قزوين قد تسببت في حفرة هائلة. و نعم أحمد هل تسمعني؟ نعم نعم أحمد، ماذا عن العائلات، عائلات الضحايا الذين وصلوا من أرمينيا إلى طهران، وهل تقدم السلطات الإيرانية المساعدات اللازمة لهؤلاء؟ بالتأكيد يعني هناك السلطات الإيرانية سجلت وأبلغت عوائل الضحايا برقم هاتف معين للحصول على آخر المعلومات حول جثث ضحاياهم، جثث أبنائهم، وذلك للحصول على آخر المعلومات. نعم مراسلنا أحمد البحراني كان معنا من العاصمة.